عادت بسلامة الله باعثة الحج للقوات المسلحة التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج وسط مشاعر إيمانية صادقة يملأها الأمل ورجاء القبول من الله. وضمت البعثة العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية. ذلك في إطار منظومة الرعاية الاجتماعية التي توفرها القوات المسلحة لأبنائها المقاتلين. وقد أشاد الحجاج من أعضاء البعثة بمستوى التنظيم والإعداد الجيد وتوفير سبل الراحة لأداء مناسك الحج لهذا العام. رحلة جميلة ونتمناها لكل بني آدم، وبنشكر القوات المسلحة ووزارة الدفاع وعلى المجهود اللي بتقوم به مع الناس والسادة الضباط من تأدية واجبات وإداريات، وحاجة مستوى راقي حافظ على بني آدم. الرحلة كانت منظمة جدا وكانت في منتهى الجمال، وكمان في السعودية كمان كان التعامل في منتهى الجمال، كان حلو جدا وكل حاجة منظمة. كانوا طيبين، كان حج عظيم جدا في بعثة الشؤون المعنوية، وكان العناية بينا على كل الأصعدة في أعلى مستوى. أما ما كانش فيها أي مشكلة. أما السلطات السعودية بصراحة بذلة مجهود كبير جدا جدا جدا، والشؤون المعنوية برضو بذلة مجهود، والفنادق في اول ممتازه وكل شيء الحمد لله كويس، والاتوبيسات. وانا بطوف طول الطريق عماله تعيط اللي هي اليمنيه وتقول يا رب تحمي مصر وتحمي شعبها وتحمي جيشها، يحمي جيشها اللي واقف جنبنا، فربنا يحمي جيش مصر يا رب ويحميكم ويبعد الشر عن مصر يا رب، وتبقى كلنا يد واحده. طبعا احنا بنشكر قوات مسلحه ممثله في الشؤون المعنويه، ممثله في الشؤون المعنويه عن المجهود اللي هم قاموا بيه على اساس التنظيم الجيد للرحله. انا بشكر القوات المسلحه على الجهود اللي قامت بيها في اثناء بعثه الحج، وطبعا تنسيق على مستوى عالي وعلى مستوى راقي جدا، ومجموعه من القيادات الكبيره جات وحضرت معانا وسالونا ان كان حد محتاج حاجه، ان كان في اي مشكله ليكوا او لاي حد من المصريين اللي موجودين نقدر نقوم بيها، احنا مش هنتاخر. معربين عن تقديرهم واعتزازهم بالقوات المسلحة التي لا تنسى أبناءها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن.